نعمل ايه لا قدر الله لو تعرضنا للشمس وحصلتنا حروق على الجلد؟ هو دي بسيطه ان شاء الرحمن، في مرهم حروق ممتاز جدا اسمه ميبو او ميبو، يعني ده مرهم لازم يبقى موجود عندنا في البيت، وطبعا بنحط شويه مرطبات. لا قدر الله لو حصل بقى ضربه شمس، ايه ضربه شمس؟ يعني الحراره اثرت على مركز تنظيم الحراره في المخ وعملت لنا مشكله، فورا الشخص ده يتنقل في مكان يكون فيه مراوح او تكييفات او مكان ساقع. نمره 2 لازم نقلعه لبسه كله. 3 بتحط فوط مبلولة بمية ساقعة على كل جسمه، لو عندك متوافر طبعا على طول في البيت بتنقله في البيت في بانيو وبتحطه جوه التلج، وكمان لازم تشربه مية كتير، وفورا لو لسه مش مظبوط على طول على المستشفى. بالنسبة للرياضيين عشان طول النهار بيلعبوا لعب، بالذات اللعب الشديد اللي بيطلع مية وملح، ده يستحسن انه يشرب مشروب اسمه سبورت درينك. سبورت درينك او مشروب الرياضه ومش مشروب الطاقه. مشروب الرياضه ده اللي هو مليان ميه وملح ومعادن، ده بالظبط عامل زي محلول الملح اللي في المستشفيات. فقدان الميه والملح بالنسبه للرياضيين بيعملهم شد عضلي او كرامبات، فيستحسن انك تعمل مساج او تدليك للعضل. نعمل ايه لا قدر الله بقى لو اتحرقنا بالنار او اتلسعنا من حله او كده؟ اول حاجه بنغسل بالميه على طول، وبلاش حته التلج اللي على الحروق دي. نمره 2 برضو مرهم ميبو مهم قوي جدا، وتالت حاجه المرهم مضاد حيوي. طب لو في الفقفقه دي او الفقاعه دي بلاش تفرقعيها، طب لو هي متفرقعه جاهزه على طول بتحطي مرهم مضاد حيوي وعليها شاش غير لاصق. لا قدر الله بقى لو حرق جامد او النار مسكت في بني ادم بعد الشر، بقى اللي هو قانون الحرق المشهور اللي هو ما تجريش بالنار، لا بتقوم نازل على الارض وتلف 180 عشان تحاول 180 درجه عشان تحاول تطفي النار. وطبعا يستحسن لو حد معدي او حد شايفك بيبقى بيقوم حاطط البطانيه الصوف عليك عشان يطفي النار. طب نعمل ايه بقى لا قدر الله برضو لو واحد سافر بره في درجه حراره بلد بالماينس وحصل تجمد للاطراف؟ على طول فورا بننقله في مكان دافي، وحط حتى جنبيه دفايه، وكمان عليه بطاطين وعليه لبس تقيل، ونوصلت كمان انك تنقعه في ميه دافيه. واللهم اجرنا من النار.